بحران. اقروا له الفاتحه رحمه على والديكم. بقى بحياتكم قلبي، بقى بحياتكم قلبي. سير بصفه، سير بصفه. محبة الناس اللي ما يعادلها ملك الدنيا كله والله العظيم. ودائما يعني نقول اللي يموت عزيز ألف هنيالة الله يحبه. اكو ناس تعال على اهلها قبل ما تموت، قد يكون من مرض وعمليات وسفر، وبالاخير يروح الدار حقه، ما يروح مثل معزة الانسان اللي يروح بهيبته معزته. يعني انا اقول سمير صبيح من الناس اللي الله يحبهم، اللي خلى موته هيجي سريعة، الله اللي يعلم شنو العناء بوقتها. بس كلتنا صحينا على هذا الخبر. اليوم مو هينة مدينة كاملة تتوقف حتى تشيعك قبل ما ترجع لأهلك، أبد مو هينة، مو هينة مدينة كاملة عصب الحياة يتعطل بيها حتى تشيعك. هذا لأن أنت كبير، ولأن أنت كبير بقلوب الناس. الله يساعد أهلك شباب، ادعوا لأهلي الله يلهمهم الصبر والسلوان. أمانة تقروا لسورة الفاتحة وتدعون الولدة، تدعون زوجته، تدعون بناته.
يعني صار تقريبا من ربع ساعة الشباب يحاولون يطلعون من الكوت حتى ناخذ البغداد، لكن أهل الكوت يعني ما رضوا، قالوا إنه يفتر يفر بكل الكوت قبل ما تتوجهون. لذلك إحنا هسه صار أكثر من نص ساعة هو جولة بشوارع الكوت. مفاجعة والله كبيرة كبيرة، وما مستوعبين. الله شاهد، الله شاهد، ما مستوعبين. الله يساعد علاوي هسه، والله العظيم السيارة هو سبب الوفاة هو حادث اللي تعرفوه او ما تعرفوه على الاستاذ سمير صبيح، وكان كل شيء يحب الصيد، ودائما ما يطلع الفجر وبالليل يتوجه لمدينة الكوت زين وأطرافها. فاللي شبه مؤكد 90% الحادث كان ببدرة وجصان أثناء رحلته للصيد، والساعة بالثنتين بالليل. هذا اللي نقل لنا بالبداية، قالوا على أساس بالدبوني، بس بعدين تبين إنه مو بالدبوني، ببدرة وجصان اللي ما يندلها تقريبا. هاي تصير بين الكوت وبين إيران، يعني هي المنطقة اللي تربط الكوت بإيران، منطقة صيد هو عادة ما يكون هنا. أمير حاول يعني تتقرب على الجنازة، يعني ناس هواي إيه شباب، يعني كلش بصعوبة نقدر نوصل للجنازة. يعني ما أحكي لكم السيارات، راح أفر لكم الكاميرا. هذا الورانة قمة الصعوبة. بس من علينا راح نستلم بغداد لا قبل هاي طبقة وطبقة. وأمير بس نزلني بس